أنا عارفة سبب دموعك دي، بس يكون في علمك أنا طيق العمى ولا طيقش أشوف دموع راجل. أنا عشت أسود ليلة في حياتي. حد اتحرش بيك في الاسم؟ بلطجي ابن كلب، حتى لو دخل السجن هجيب أمه. هدومك فضلت عليك ولا اتقلعت؟ لا الحمد لله ما اتقلعتش، بس المحاولة نفسها فيها ذل. يبقى لازم تنسى الموضوع ده من أوله لآخره، والبلطجي ده كمان لازم تنساه عشان ما يبقاش عندك عقدة في حياتك. أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه، أنت مديتي إيديكي وأنت شلتيني من جهنم الحمراء. أنت اللي رميت نفسك في جهنم الحمراء يا غبي. أنا حلفت يمين إني أبوس رجلك. مفيش فايدة فيك ولا في أي حد زيك. أنت فاكر الدنيا ماشية إزاي؟ ماشية سبهللة؟ الدنيا ماشية بقوانين هي اللي عملتها لنفسها، وأول قانون بيقول مستحيل البني آدم يبقى طيب وشرير في نفس الوقت. ما ينفعش تبقى شريف شوية وغير شريف شوية تانية. النظافة والوساخة لا يمكن يبقوا في نفس المكان. الدنيا يا كده يا كده، وعليك تختار أنت عاوز إيه. لكن البني آدم اللي بيمسك العصاية من النص بيفضل على حاله دايما خسران، وانت خسرت واتهنت عشان مسكت العصاية من النص. أنا بتعلم منك يا أستاذة. الغاية بتبرر الوسيلة، شوف انت عاوز تعمل ايه واختاره. بس حضرتك نظرتك للدنيا سودة قوي. من اللي شفته، وانا شفت كتير. وخلي بالك ان ما قدرتش تبقى ديب هتبقى خروف، وديك جربت عشت الخرفان في الحجز. ساعتك كام؟ 10:30. طب تعالى انا عازمك على 10. لا مش هقدر يا أستاذة، لازم اروح لابويا عشان اطمنه عليا. على راحتك. عملت ايه في العربية سبب المصيبة؟ عربية ايه بقى؟ يغور بيها دي نحس زي وش امه. صباح الخير، مالك في ايه؟ في حاجة لازم تشوفيها بنفسك يا أستاذة. عاوزاني اشوف ايه؟ امتى ده حصل وازاي؟ انا جيت الصبح لقيته نايم. عم مسعود هو اللي فتح له. ايوه يا استاذ هاني، وانا الصبح انا منظف. خلوه نايم وبلغوني لما يصحى. تعالى يا مسعود قولي ايه الحصل. ايوه يا استاذ هاني، الساعه 7 الصبح وانا منظف المكتب جه هو خبط، فتحت له فقلت له والله انت ايه اللي جابك بدري دلوقتي؟ فقال لي انا جاي اخش الحمام. قلت له خش الحمام. ايه اللي حصل لك تاني؟ خناقه عائليه. خناقه عائليه تعمل فيك كده؟ ما شفتش نفسك في مرايه؟ شكلك طالع من صندوق زباله. لا اصل الخناقه كانت شديده شويه. مع ابوك ولا مع امك ولا مع كله؟ مع ابويا وطردني. طردك؟ ومامتك سابته يطردك؟ ما عرفتش تمنعه؟ الخناقه كانت في الشارع عند العربيه. ايوه. وايه المصيبه اللي عملتها عشان ابوك يطردك؟ مش كبرت على حكاية الطرد دي؟ ولا كنت عارف انك لازم تطرد؟ ما كانش ينفع ابقى جنبه وهو غضبان، وما كانش ينفع ارجع البيت عشان ما كنتش اخلص من ماما. لازم عاملة سودة. خلاص بقى، لا حصل حصل، الموضوع انتهى. ما انتهاش بالنسبة لي. هي مسألة عبيطة وهايفة، بس بالنسبة للوالد والوالدة غلطة كبيرة قوي. ايه، سرقت اهلك؟ لا، أبويا زبطني مع واحدة في وضع مش كويس، وعفاريت الدنيا اتنططت فوق دماغه. قفشك مع واحدة؟ مش مكسوف من نفسك؟ طب هتعمل إيه؟ مش عارف. بتلبس مقاس كام؟ إيه؟ بتلبس مقاس كام؟ 42. أنت مش شايف منظرك عامل إزاي؟ فندم يا مدام، خدي اشتري قميص مقاس 42 وبنطلون مقاس كام؟ 34. وغيار داخلي فوق وتحت من اي محل وبسرعه. حاضر. حمامي في دش، لما تهاني تيجي تدخل تاخد دش وترجع بني ادم تاني، وتروح بيتكوا تجيب هدومك والحاجات اللي تهمك،
وتكون قدام العمارة دي لما تخلص. هتكون هناك الساعة كام؟ الساعة 10 بالليل. اشمعنى الساعة 10؟ عشان أبويا يكون خرج من البيت. البواب هيكون مستنيك قدام العمارة، تقول له أنا عاطف ربيع وهو هيعمل اللازم. ايه الهيصه دي؟ النهارده في قبض يا نبهان. وايه المشكله؟ الاستاذ علي نبهان بيقول ان هو كتب 4 موضوعات مش 3. قولي له المدام هتشوف الموضوع ده بعدين. في ايه تاني؟ اصلا انا قلت له الكلام ده قبل ما حضرتك تيجي، بس هو ما عجبوش الكلام وقال لي الحق حق. قال لك الحق حق؟ اه والله يا مدام. خلاص ادي له مكافاه الموضوع وقولي له المدام مش عاوز الشغل تاني منك. صباح الخير. ازيك؟ مالك فرحان كده ليه؟ نجحت. بجد؟ بدرجة مقبول بس نجحت. ألف 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 مبروك يا عاطف، ده إيه الخبر السعيد ده؟ لازم بقى أعزمك على العشاء النهاردة بمناسبة النجاح. تهاني. أيوة يا مدام. جاتول المكتب كله. حاضر. مالك مش على بعضك ليه؟ ما تقعد عدل. اتفرج على الناس يا استاذه. انا عمري ما شفت النوع ده قبل كده. وماله النوع ده؟ مش عاجبك ولا ايه؟ هي الناس دي بتطلع بالنهار. ايوه بتطلع بالنهار، بس الهيئه غير الهيئه. بس دول معظمهم عارفينك. زي ما انا عارفه بلاويهم بالظبط. بطل تبص. حاضر. يا جوعان. ايوه محسن بيه الهواني عاوز يحاسب على الترابيزه بتاعت حضرتك، ايه راي حضرتك يا فندم؟ طبعا لا، قول له مدام نجوى بتقول لك متشكرين وانت عارف انها بتحب تدفع حسابها، وبعدين هو مش شايف ان انا معايا راجل طول بعرض؟ احنا هنا يا فندم في خدمه زبايننا مش اكتر ولا اقل، وبنسمع الكلام سواء من حضرتك او من حضرته. ماشي شكرا. بعد اذنك يا فندم. هو ايه الموضوع بالظبط؟ حدق قوي، فاكر انه ممكن يشتري سكوتي بعشوة، مش عارف ان كل حاجة ليها تمن. كنت فاكراك اذكى من كده يا محسن يا اهواني، هو ده اللي قدرت عليه تدفع لي العشا؟ ده انت اهبل بقى. عاوزة ايه؟ عاوزة اعلان الغلاف الاخير بتاع المجلة بتاعتي. الغلاف الاخير مش العدد الاخير يا اهبل، فلالا ولا فالك. ظهر المجلة، فهمت؟ بكام؟ هتدفع اللي بقولك عليه، انت هتفصل معايا؟ ايوه كده، خليك حلو امال. سلام. اي خدمة يا استاذة؟ فين تهاني؟ عندها ضيفة. قول لها الاستاذ عاوزاكي دلوقتي حالا. معلش يا استاذ انا اسفة. روح انت. مين الضيفة اللي عندك؟ دي بنت بتقول انها صحفية وجاية تسأل على الاستاذ عاطف. بنت وصحفية؟ اسمها ايه؟ اسمها سلوى. طب دقيقة كده وخليها تدخل.